احتدام المواجهات العسكرية في محافظة الجوف واستمرار تجاهل الحكومة والتحالف، لماذا لا يخشى الرئيس هادي سقوط بقية المناطق التي لا زالت تدافع عن الشرعية؟ وما هي خيارات أبناء الجوف في مواجهة جحافل الميليشيا إذا ما استمر تجاهل الشرعية؟ أهلا بكم. منذ سقوط فرضة نهم قبل أسابيع، تشهد جبهة الجوف هجوما عنيفا من قبل ميليشيا الحوثي لإسقاطها. يحشد الحوثيون بكثافة نحو محافظة الجوف مستغلين توقف جميع الجبهات الأخرى، في الوقت الذي يقاتل فيه أبناء الجيش والقبائل في الجوف مكشوفي الظهر من أي إسناد نوعي يمكنهم من تجاوز مخاطر السقوط. اليوم نجا محافظ الجوف أمين العكيمي من استهداف صاروخي لميليشيا الحوثي. وأنباء عن سقوط مديرية الغيل لإحدى أهم مديريات المحافظة. صمت الرئيس هادي والقيادات العسكرية للدولة عن الهجوم الذي تتعرض له الجوف يعتبره أبناء الجيش الجوف تواطؤا مباشرا ضد المحافظة التي لا تزال تدافع عن رمزية الشرعية منذ بداية الانقلاب. أما السعودية فمن الواضح أن تفاهماتها الأخيرة مع الحوثيين أفرزت أجندات تآمرية ستتكفل الأيام القادمة بإخراجها إلى واجهة المشهد. المعارك المحتدمة في الجوف بين الجيش الوطني وأبناء القبائل من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى هي الأعنف منذ بدء المواجهات. تضاربت الأنباء حول حقيقة سقوط مديرية الغيل في أيدي الميليشيا، لكن الجيش يقول إنه لا يزال يسيطر على المديرية ويكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. والمشايخ والأعيان كل المعطي جهده بفضل الله سبحانه وتعالى، تكاتف وتوحيد صف وتلاحم بين كل. في السياق ذاته أكدت مصادر ميدانية لقناة بلقيس أن المحافظ العكيمي نجا من استهداف عسكري بصاروخ كاتيوشا أطلقه الحوثيون على مقر حكومي في مركز المحافظة. مراقبون حذروا من تكرار سيناريو نهم في الجوف، بالنظر إلى أنه لا يبدو أن هناك تحركا جديا من قبل الحكومة والتحالف لدعم المحافظة. يقود الرجل معركة مصيرية مسنودا بقوات الجيش هناك ورجال القبائل، غير أنه يبدو وحيدا من دون ظهر. بعد أن بحت أصوات الكثير طلبا لتعزيز الدعم العسكري للمحافظة التي تقاتل منفردة في ظل استمرار الميليشيا بدفع معظم قواتها إلى هناك مع التوقف بقية الجبهات، لا يبدو الرئيس هادي مكترثا بمصير أي من المدن التي ما تزال ترفع صورته كرمز للشرعية الدستورية والجمهورية اليمنية، ليكتفي بتغيير رئيس هيئة الأركان العامة للجيش وتعيين صغير عزيز. فهل يمكن أن يتغير الوضع بتغير قادة الجيش، أم أن ما يحدث له علاقة بأبعاد أخرى؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا مراسلنا في الجوف علي الجرادي عبر الأقمار الإصطناعية من مأرب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير علي. مساء النور. أهلا بك علي، نود أن نسمع منك آخر التطورات العسكرية في الجوف. نعم، ربما شهدت الجوف منذ 40 يوما تصعيد عسكري كبير من قبل ميليشيات الحوثي. هذا التصعيد كان في عدة محاور وفي عدة جبهات من المحافظة. ابتدأ من جبهة العقبة الواقعة شمال شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة والتابعة لمديرية خبو الشعف، ومرورا بسلسلة جبال حام الواقعة شمال مديرية المتون، إضافة إلى مديرية الغيل التي شهدت أيضا معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، تحديدا في سلسلة جبال الساقية وأيضا جبال المقاطع والمحزمات. هذه سلسلة جبلية محاذية لجبال يام التابعة لصنعاء،
وتقع في ميمنة النهم. كانت هذه الجبال قد شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي طيلة الأربعون اليوم الماضية، وكانت الميليشيا قد كثفت بكثير من عناصرها ودفعت بكم إلى الجوف بغية إسقاط هذه المحافظة بعد للأسف سقوط فرضت نهم بيد ميليشيات الحوثي. هذا الانتصار الذي تحقق للميليشيا في جبهة نهم دفع أيضا مقاتليها للتوجه إلى الجوف في محاولة منها للسيطرة على هذه المحافظة الصحراوية المحاذية للمملكة العربية السعودية، وأيضا التي تعد الظهر الدفاع الأول عن مأرب وعن أيضا الشرعية في هذه المرحلة. واستطاعت قوات الجيش ورجال القبائل في الجوف من الصمود أو بالأصح مواجهة الحوثي خلال 40 يوما من المواجهات، ورغم الإمكانيات البسيطة وأيضا للأسف الشديد خذلان الشرعية لم تكن حاضرة وزارة الدفاع بشكل كبير داخل المحافظة، وأيضا طيران التحالف العربي الذي للأسف الشديد في الأيام الأولى من المواجهات مع الحوثي كان هناك نوع من الحضور لطيران التحالف، وكان يستهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي قادمة من صنعاء ومن عمران ومن مناطق مختلفة، لكن هذه الفاعلية لمشاركة طيران التحالف لم تستمر كثيرا بعد إسقاط طيران أو الطائرة التابعة للسعودية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي. كان هناك انخفاض كبير بعد ذلك لمشاركة طيران التحالف في المواجهات المحتدمة بين الجيش والميليشيا، ما سهل حقيقة لتقدم الميليشيا في بعض المواقع تحديدا في جبهة الغيل. هذه الجبهة هل سقطت جبهة الغيل فعلا؟ لا سيما بعد على الجرد هناك أنباء تقول بسقوط منطقة الغيل، هل ذلك صحيحا؟ هو بالتأكيد طبعا بعد أن اشتدت المواجهات في هذه الجبهة، طبعا عندما نتحدث عن الغيل نحن تحضر إلينا معارك 2014، وللغيل أيضا ذكرى كبيرة بالنسبة لأبناء الجوف كونهم استطاعوا تحريرها قبل في نهاية 2016، ودفعوا أبناء القبائل حينها دون وجود الشرعية ودون أيضا وجود قوات الجيش حينها. الميليشيا عندما خرجت من مدينة الغيل وتعتبر وفق تصنيف أبناء الجوف بأنها معقل ميليشيات الحوثي في المحافظة بعد مديرية الزاهر التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيا، استطاعت قوات الحوثي وميليشياته من الوصول مساء أمس تحديدا إلى مركز مديرية الغيل تسمى قرية الغيل. وحينما نتحدث عن الغيل كمديرية تعد من أصغر المديريات في الجوف، وتبلغ مساحتها تقريبا 130 أو 140 كيلو متر مربع، وهي من أصغر المديريات، ولكن الميليشيا استماتت بشكل كبير ودفعت بتعزيزاتها وبقواتها للسيطرة على هذه المديرية كونها لماذا؟ تقع يعني كانت أو بالأصح كانت أولا لشيئين ولأهمية المديرية. تعد الغيل مثل ما قلت لك أنه معقل للحوثيين أو بالأصح للأشراف، هي منطقة تابعة لما يسمون بالأشراف في المحافظة، وهم ينتمون لجماعة الحوثي وهم قيادات فعلية في جماعة الحوثي تحديدا في صنعاء وأيضا في ما تبقى من مناطق الجوف التي تقع في نطاق سيطرة الميليشيا، وبالتالي استماتت الميليشيا واستمات أبناء الأشراف لدخول قرية الغيل لهذه الأهمية كونها مديريتهم وكانوا يسكنون فيها، إضافة إلى أن الغيل تقع في محاذاة أو السلسلة الجبلية، سلسلة جبال الساقية التابعة لمديرية الغيل تقع في محاذاة جبال يام، وهذه الجبال هي تابعة لصنعاء، ومن خلال الغيل أيضا هناك طريق فرعية استطاعت الميليشيا في العام 2014 حينما كانت قوات الحرس الجمهوري كانت تأتي تعزيزات الميليشيا، وما بعد 2014 تأتي عن طريق صنعاء أرحب ومن ثم تصل إلى سلسلة جبال الساقية وإلى الغيل مباشرة والدخول إلى الجوف بشكل عام يعني. وبالتالي تمثل الغيل أهمية كبيرة بالنسبة للحوثي كونها معقل لعناصره وقيادات في جماعته، وبالإضافة إلى كونها محاذية أيضا لمديرية مجزر
التابعة لمأرب، والتي استطاعت ميليشيات الحوثي خلال الشهر يناير الماضي من السيطرة على مديرية مجدر، وأيضا بعد سيطرتها على فرضة نمة. المعارك ما تزال طبعا، تحديدا قوات الجيش الوطني هي ما تزال في منطقة السلامات. هذه المنطقة تعد آخر مناطق مديرية الغيل، وهي واقعة بين مديرية الغيل تحديدا ومديرية الحزم. نعم. وما تزال المواجهات مستمرة، وقوات الجيش الوطني تخوض معارك حتى اللحظة في منطقة السلامات التي تستميت الميليشيا لاستكمال السيطرة على مديرية الغيل بالكامل، كون هذه المنطقة منطقة السلامات تعد جغرافيا وإداريا تابعة لمديرية الغيل. نعم. إذن علي، بعد كل هذه الأحداث وبعد سيطرة الحوثيين على منطقة الغيل، بالتأكيد أن الوضع الأسوأ هو الوضع الإنساني، حدثنا عن ذلك. بالتأكيد الجانب الإنساني هو الأصعب في ظل الحرب، وليست فقط في الجوف وإنما في كل المحافظات اليمنية، ولكن حينما نتحدث عن الجوف هي منطقة معزولة بشكل كبير، كان هناك خذلان كبير من قبل الشرعية، وأيضا خذلان كبير من قبل المنظمات الدولية التي لم تحضر إلى الجوف منذ تحريرها، قرابة 4 أعوام منذ تحرير الجوف لم تحضر المنظمات الدولية بشكل فاعل في المحافظة، كونها يعني تتبع في عمل المنظمات التابعة لصعدة، يقول كذا يعني في المحور المنظمات، هي تتبع صعدة من حيث حضور المنظمات، وبالتالي حرمت الجوف كثيرا. اليوم هناك الكثير من النازحين الذين فروا من منطقة الغيل، قرابة أكثر من 3000 نازح كانوا يسكنون الغيل، وهم هؤلاء النازحين قادمين من مناطق مختلفة من اليمن، نزحوا وفروا من جحيم الميليشيات، وللأسف الشديد لاحقتهم الميليشيا اليوم إلى جحيم آخر، وهم اليوم ينزحون من مديرية الغيل ولا يجدون مأوى في ظل غياب المنظمات الإنسانية التي لم تحضر حتى اللحظة. للأسف الشديد حتى وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الشرعية لم تحرك ساكن ولم تلتفت لهذه المحافظة في السابق وحتى الآن. يعني أيضا مركز المنظمات، حتى مركز الملك سلمان لم يحضر بشكل فاعل. نعم. في المحافظة قطع إغاثاته خلال الأشهر الماضية، وكان هناك معاناة كبيرة يعانيها السكان النازحين من مناطق مختلفة من اليمن، اليوم تضاعف معاناة النازحين في الجوف. هناك الكثير، هناك حالة من الخوف والرعب يعيشها النازحين في محافظة الجوف. منهم من استطاع الخروج من مدينة الحزم باتجاه مأرب، وهذا أستطيع أن أؤكد بأن هناك المئات من الأسر نزحت من مدينة الحزم تحديدا، وإضافة إلى نزوح كامل للنازحين الذين كانوا يتواجدوا في مديرية الغيل، نزحوا إلى الحزم، ومن الحزم أيضا بعد أن اقتربت المواجهات كما قلنا في منطقة السلامات، وأيضا في منطقة الجرعوب التابعة لمديرية المتون، وهي تقع في الجهة الشمالية من مديرية الحزم، احتدمت المواجهات في هذه المناطق المحاذية تحديدا أو المطلة إن استطعنا أن نقول، والقريبة من مركز محافظة الجوف، وبالتالي النازحين المتواجدين في الحزم ويجدون أنفسهم أمام مأزق كبير، وقرروا الخروج معظمهم إلى 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 مأرب، وربما حتى اللحظة تشهد موجة نزوح محافظة الجوف. ولكن السؤال الأهم هو ما الذي يجب أن تصنعه الحكومة الشرعية حيال هذا الموقف الحرج لها تحديدا، والحرج للتحالف العربي الذي لم يستطع حماية الجوف، فظلوا يتفرجوا على سقوط الجوف كسابقاتها نهم وحجور. واليوم للحكومة الشرعية خذلت أبناء الجوف، رغم صمود أبناء الجوف والجيش الوطني المتواجد هناك ومحاولته الوقوف أمام. نعم. ترسانة أو محاولات الميليشيا واستماتتها بشكل كبير، إلا أنها خذلت الجوف وخذل أبناء الجوف، ولكن المعركة ما تزال مستمرة، وهذا لا يعني النهاية. الجوف ما تزال تقاوم الآن، وعلى الشرعية أن تلتقط هذه الفرصة وتراجع حساباتها، وزارة الدفاع، التحالف العربي. ربما نحن نتحدث أكثر من مرة علي، يعني وتيرة مع نعم نتحدث أكثر مرة عن ضرورة. نعم. استيقاظ الشرعية قبل حدوث ما لا يحمد عقباه. شكرا جزيلا لك علي الجرادي، مراسلنا في محافظة الجوف، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. وينضم معنا الآن عبر الهاتف عبد ربه وازع الشايف، الناشط السياسي من واشنطن. مساء الخير أستاذ عبد ربه. مساء الخير أستاذة ومشاهدين وضيوفك الكرام.
أهلا بك أستاذ عبد ربه. ناقشنا ما يحدث على مشارف الجوف قبل أسبوع تقريبا، وكانت التأكيدات الميدانية تطمئن الناس بأن الحوثيين لم يتقدموا وبأن الوضع كما يرام. يعني برأيك ما الذي يحدث في الجوف؟ أولا التأكيدات لم تصدر عن دراية كاملة وإلمام وضع الجوف وتحركات الميليشيا الحوثية. الجوف تخوض الحرب مع الميليشيات منذ 2008، وهذه ليست المواجهة الأولى ولن تكون الأخيرة. الحركة الحوثية تحشد منذ أشهر في أطراف في تخوم الجبهات المستعدة سابقا، وبعد ما حصل في نهم هاجموا منطقة المتون وأحدث تراجع في نهم والانسحاب من بعض المواقع وتراجع الجيش الوطني هناك. وجود ثغرة في غرب الجوف في الجبال المطلة على الغيل بالتحديد، استغل الحوثيين تراجع المنطقة السابعة والثالثة وفتحوا جبهة أخرى إضافة إلى الجبهات الأولى، وهاجموا محافظة الجوف من غربها وبالتحديد من مديرية الغيل. هذه المديرية التي يعتبروها مركز مهم لهم تحررت قبل 4 سنوات ويحاولوا الوصول إليها مهما كلفهم الأمر. حقيقة من يراقب نعم السيناريو واضح أستاذ عبد ربه. يعني الحوثي لا يريد أن يقف في نقطة محددة بعد إسقاط نهم، وكأن الحكومة الشرعية مجرد أن تسقط من يدها منطقة تسلم الأمر تماما وتترك المنطقة للحوثيين حتى لا تتأهب للحفاظ على المنطقة التي تليها. ما الذي يحدث برأيك؟ بالضبط، الحركة الحوثية تستمد قوتها من ضعف الشرعية للأمانة، ونحن لسنا بحاجة حتى لمراقبة التحركات الحوثية بقدر ما باستطاعتنا نراقب تحرك الشرعية نفسها والجيشنا الوطني والمقاومة سياسيا، أما كأفراد وكجماعات بالأمانة يعني يقدموا المستطاع في حدود إمكانياتهم، لكن الحركة الحوثية والميليشيا الحوثية دائما تتحرك وتستمد قوتها من ضعف الشرعية. من يعتقد أو يظن أو يوهم نفسه أن الحركة الحوثية ستتوقف بعد الانتهاء من جبهة والانقضاض عليها فهو غلطان. الحركة الحوثية لديها هدف وتعمل عليه، تحشد كل الحشود، ما لن تستقر ولن تتوقف، حتى وإن أسقطت الغيل لن تتوقف هناك، ولو أسقطت الجوف لا قدر الله لن تكتفي بذلك. هذه حركة بدأت وانطلقت من مران وهدفها واضح. نعم إذن وهدفها واضح، ما نشكي منه ونعاني منه هو ما هدف الشرعية وما الذي تريده الشرعية من هذا التقاعد. إذن اسمح لي أن أنقل هذه الأسئلة أستاذ عبد ربه لضيفنا أيضا عبر الهاتف الناشط السياسي زيد الشليف. مساء الخير أستاذ زيد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. ضيفنا عبر الهاتف الأخ عبد ربه الشايف يقول بأن الحركة الحوثية تستمد قوتها من ضعف الشرعية، ما رأيك؟ طبعا هذا الكلام كنا نقول عدة مرات أن هنالك ضعف الشرعية، لكن هنالك أحيانا لحظات لا يجب فيها أن نتكلم بهذا الكلام أو ننطلق من هذا المنطلق. نعم. الآن الكلام هو عن البطولات التي سطرها الأبطال في جبهة الغيل، سطوا زحوفات حوثية بالعشرات إن لم تكن أكثر من يوم أمس ومن قبلها ومنذ شهر من بعد أن انسحاب الجيش من فرضة نهم، والحوثي يهاجم جبهة الغيل ويهاجم جبهة الجوف من عدة اتجاهات، حاول الهجوم من كل جانب لم يعد إلا نعم. لكن اسمح لي أستاذ زيد عند هذه النقطة، حديثنا ليس تقليل أبدا مما يقوم به أبناء المحافظة والقبائل هناك والجيش الوطني أيضا هناك، على العكس نحن معه وندعمه ونثق تماما به، ولكن حديثنا حين نتحدث عن هذه النقاط هو فقط إرسال رسائل للشرعية للتنبه. تحدثنا مرارا وتكرارا أيام نهم وكانوا يقولوا لنا نفس الشيء، لا تحبطوا الجيش، لا تقولوا هذا الكلام. أيام حجر أيضا يعني أكثر من مرة وهم يتهموننا بأننا ضد الجيش الوطني أو ضد الشرعية.
الشرعية، ولكن الحقيقة أننا نريد إيقاظ أو إيصال رسائل للشرعية، التنبه. يعني المسألة واضحة ومكشوفة، يعني لو أحضرت طفل يتابع الحدث سيعلم أن الحوثي بعد إسقاط نيم سيتوجه إلى الجوف وبعدها إلى صعدة وما إلى ذلك أو إلى مأرب. فيعني ما الذي تريده الشرعية بالضبط؟ طبعا انا ربما انا من اكثر الناس انتقادا ونقدا للشرعيه او للجيش الوطني، لكن كما ذكرت احنا هذا الكلام دائما نطرحه ان هنالك تقصير من قبل قياده الجيش الوطني، من قبل قياده التحالف، من قبل قياده الشرعيه السياسيه، هنالك عدم وضوح في الرؤيه السياسيه. حتى احنا نعيش تخبط على المستوى الاعلامي، ليس لدينا جبهه اعلاميه، على المستوى السياسي ليس لدينا سياسيين يناورون ويحاورون ويمتلكون اوراق سياسيه قويه، على المستوى العسكري لدينا قيادات للاسف لا تقوم بواجبها كما يليق بها، هنالك تقصير، هنالك فساد، كل هذه الامور نتكلم عنها دائما. لا. انا اتكلم انه في مثل هذا اليوم والجيش يواجه الزحوفات الحوثيه، ان هذا ليس وقت هذا الكلام. اليوم هو خاصه انه هنالك هجمه اعلاميه حوثيه كبيره ترافق كل هجوم عسكري، دائما يستبقونه باعلان سقوط الجبهات منذ شهر وهم يعلنون سقوط الجوف، وهذا للاسف يعني اثر على نفسيات الناس المتابعين سواء اعلاميين او نشطاء. نعم، دعني اختلف معك عند هذه النقطه او انقل هذه النقطه لضيفي عبر الهاتف استاذ زيد. يعني استاذ عفوا عبد ربه، يجد الاستاذ زيد بان هناك احباط للجيش من قبل الاعلام وترافق دائما مع كل يعني هجوم للجيش يعني احاديث اعلاميه بان هذه المنطقه سقطت او تلك، هل تجد ان هذا الامر حقيقي، انه لا داعي للحديث عن هذه النقاط؟ حقيقه الجيش والمقاومه وابناء القبائل لا يحتاجوا دعم معنوي اكثر من ما هم فيه، هم يستمدوا دعمهم وقوتهم من ايمانهم بالموقف. انتقادنا للموقف السياسي للشرعيه ناجم عن خيبات امل وتعثرات عشناها ونعيشها سنوات مع هذه النخب السياسيه، سواء ممثله بالرئيس هادي، بنائبه، برئيس الحكومه، بالسلطه التنفيذيه. لابد من الفصل بين المقاتلين وابناء القبائل والجيش الوطني مسنود بابناء القبائل. هؤلاء يضحوا بالغالي والنفيس ويقدموا ما استطاعوا اليه ويقاتلوا من سنوات. اول مواجهه بين ابناء القبائل في محافظه الجوف كانت في مطلع 2008 قبل 14 سنه، وامتدت ل 2009 و2010 في مطرف في الحزق في الداهر الى تدبا الى الغيل، وما زالت الى حد اللحظه. نحن ما نريده فقط ان يشعر المقاتل والقبيلي والمقاتل والجيش والجندي والضابط انهم يستندون الى قياده سياسيه بين قوسين محترمه تقدر هذه التضحيات وتعمل من اجل اسناد هؤلاء المقاتلين. ابناء الجوف سيقاتلوا وما زالوا والاصبع على الزناد، المواجهات مشتعله، لم تنتهي الحرب هنا، ولو خسرنا موقع او موقعين او ثلاثه سنحارب هذه الميليشيات، وهذا اثرنا ولن نتخلى ولن نقف حيث تنتهي الميليشيات، ما زال امامنا الكثير وسنحارب حتى اخر لحظه واخر طلقه في جبهتنا. ما نريد الحديث عنه هنا اننا لا نريد ان نوهم الاخرين ونوهم انفسنا. نعم بالضبط، يعني لا داعي لبيع الوهم في مثل هذه اللحظات، ولكن اسمح لي استاذ عبد ربه لو قرانا هذه اكثر من سنوات والحوثيين يحشدوا ما الذي جنينا من ما الذي استطعنا ان اول بمعنى اخر ماذا فعلت الشرعيه لتفادي التراجع؟ يعني كنا على تقوم صنعاء واليوم ندافع على تقوم مدينة حزم الجوب. نعم. إذا خمس سنوات أستاذ عبد ربه ونحن نتحدث عن معركة استعادة صنعاء وعن نهم وإسقاط نهم والدخول إلى صنعاء وهل ستتحرر صنعاء أم لا، ولكننا يبدو أننا نعود إلى مربع الصفر ونتحدث عن سقوط بعض المناطق من الجوف، كيف تدار المعركة إذن؟ سقوط موقع او موقعين او دخولهم مديريه لا نعتبرها نهايه هذه الحرب ولا الفصل الاخير فيها. ما نشعر به من تخاذل من الجيش ومن القياده السياسيه هو في توقيف الجبهات في هذا المرحله وفي هذا الخطيره، عندما تتوقف الجبهات في الساحل في البيضاء
في صرواح، في المفرق، في أكثر من جهة، ويترك المجال للميليشيا الحوثية لتجميع المقاتلين من عمران، من دمار، من صنعاء، من حجة، من صعدة. أهمية جبهة الجوف إن الحوثي في الخطوط التي يتواجد فيها يسند ظهره إلى مؤخرة قوية، مخزون بشري وإمدادات سالكة من كل المحافظات التي يسيطر عليها، باستطاعة الحوثي نقل مئات بل آلاف المقاتلين من بقية المحافظات ورفع جبهاته في الجوف، بينما جبهات الجيش وجبهات الشرعية متوقفة. ما الذي يمنعهم من التحرك لمساندة الجوف؟ هل يمكن أنفسهم لا نزل منهم؟ هل يمكن أستاذ عبد الرب إذا ما قرأنا المعركة من زاوية أخرى وجدنا أن الجوف التي تسيطر عليها السعودية أكثر من 30 سنة بطريقة غير مباشرة، حرمتها من التنقيب عن النفط، حرمتها لا من لا 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 نعم، لكن أين الدور السعودية الآن كقائدة للتحالف في هذه المعركة؟ لا سأختلف معك في هذه النقطة. الجوف لا تسيطر عليها السعودية، أبناء الجوف محافظة مهمة من محافظات الجمهورية اليمنية تابعة للجمهورية اليمنية، والحديث عن أن السعودية تسيطر عليها هذا في نوع من المبالغة. الجوف على القرار السياسي اليمني بشكل عام في هذه الفترة، صحيح أنه يعني نوعا ما القضية واحد دولية وتداخلات إقليمية، لكن نحن لا يهمنا أكثر أن يكون التحالف ولا سوى خذلنا بهذه الحرب قمنا فيها ودخل فيها اليمنيين وفرضت عليهم قبل وجود التحالف بسنوات. صحيح أنه لا نشعر أن هناك إسناد كافي يعني إن لم يكن دور التحالف الآن هو الإسناد الكامل أستاذ عبد ربه، فما فائدته؟ لما أتى يعني ألم يأتي لإعادة الشرعية؟ ها هو يعني تعود المناطق التي تم تحريرها منذ 4 سنوات ولم تشهد أي تحسن واحد، يعني حتى على مستوى حدثنا مراسلنا بأن المحافظة محرومة من المساعدات الإنسانية منذ تحريرها. ما الذي يحدث؟ لما يعني تنسى الجوف كمحافظة مهمة وكدرع واقي للشرعية في مأرب وأيضا واقي للسعودية؟ لا يمكن فصل الجوف عن ما يحدث في بقية المحافظات في اليمن. الدور الشرعية للأمانة، الدور السياسي والنخبوي والإداري للأزمة وللحرب سيء، سواء في تعز، سواء في الجوف، سواء في أماكن ما جعل الجوف في الواجهة الآن، لأنه الحرب موجودة داخل الجوف، وأن الجوف أصبحت هي بهذه اللحظة هي رأس حربة في هذه المعركة. التحالف مقصر، الشرعية مقصرة حتى مع نفسها، لكن هذا قدرنا وهذه حربنا، وسنواجه الحوثيين سواء بالتحالف أو بدون التحالف. أبناء الجيش الوطني ما زالوا قادرين على المبادرة والمناورة، ولدينا أكثر من جبهة، ليس فقط الغيل، الجيش موجود في الظهرة، في المتون، في الجرعوب، في حام، في جام، ولو وصل للحوثي، لو لم يتبقى لنا في الجوف ولا في اليمن إلا شبر لقاومنا منه واستعدنا. بالتأكيد التعويل في نهاية الأمر هو على الشرفاء من أبناء هذا البلد. شكرا جزيلا لك. وأيضا كلمة أخيرة، نحن في الجوف نشعر بالخذلان نوعا ما، بس لشيء واحد، أنه لماذا تتوقف بقية الجبهات؟ صحيح. لا نشعر بالإسناد الكافي في هذه المعركة. نعم، تحدثنا عن ذلك في معركة نهم وحجور أيضا، للأسف الشديد لا يعرف تماما كيف تدار هذه المعركة. شكرا جزيلا لك عبد الرب وازع الشايف الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. اسمح لي أستاذ زيد وأنتم السادة المشاهدين أن ينضم معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية جميل القاسم، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالجوف. مساء الخير أستاذ جميل. مساء النور، أهلا أختي آسيا وأهلا بضيوفك الكرام في هذا المساء اليمني. أهلا بك. الذي سنستعرض فيه بإذن الله الوضع الإنساني في محافظة الجوف. نعم تفضل، يعني خصوصا يعني في ظل المعارك الدائرة بالتأكيد يزداد الوضع الإنساني سوءا، حدثنا عن ذلك. نحن نتحدث عن 40 يوم بالنسبة للمعارك الدائرة في محافظة الجوف، التي بدأت بداية في تاريخ 19/1، والتي نزح على ضوئها أكثر من 550 أسرة من
محافظة مأرب والتي هي من مديرية مجزر المحادة لمحافظة الجوف، نزح هذه الأعداد بشكل هائل في بداية تلك الأيام إلى محافظة الجوف مديرية الخلق ومديرية الحزم، وكان هناك اكتساح كبير من الأسر آملين أن تقدم لهم المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأممية والمحلية والدولية الكثير من المساعدات، ولكن تفاجأنا عندما نزلنا إلى الميدان قمنا بحصر وإحصاء تلك الأسر، ثم قمنا بمناشدة المنظمات الدولية ممثلة بالهجرة الدولية والغذاء العالمي التي بدورها امتنعت بشكل غير مباشر على تقديم المساعدات، وهذا ما ساعد وفاقم الوضع بالنسبة للنازحين مجزر هذه في الفترة 30 يوم. اليوم نحن نتكلم أيضا على أكثر من 2500 أسرة نزحوا من مديرية الغيل باتجاه مديرية الحزم ولم يجدوا أي تدخل يليق بالمعاناة التي جرت عليهم جراء هذه الحرب الغاشمة التي تضرروا منها بشكل مباشر وهم المدنيين. خاطبنا كثير الأمم المتحدة، خاطبنا بإيميلات وخاطبناهم بشكل مباشر باللقاءات بالاجتماعات في محافظة مأرب أن لابد أن يكون هناك تدخل عاقل وسريع في إنقاذ الأزمة الإنسانية التي نخشى أن تتفاقم، ولكن لم نجد أي تجاوب سوى الفتات بالنسبة للتدخلات. هذه فقط بالنسبة للشهرين. نحن إذا تكلمنا على الوضع الإنساني بالنسبة لمحافظة الجوف من يوم تحريرها في شهر ديسمبر 2015 إلى اليوم، وصل عدد النازحين 27,800 أسرة. هذه إحصائية مسجلة عندنا وموثقة بالكشوفات. لم تكن التدخلات لائقة برفع مستوى المعاناة بالنسبة للنازحين، وهذا للأسف يعني فاقم من وسبب تراكمات فاقمت إلى أن النازحين لم يجدوا الأرض الآمنة بالنسبة للعيش بالكرامة البسيطة بالنسبة لهم في ظل وجود أمم متحدة تدعي أرقام وتدعي تدخلات بالنسبة للإغاثة، بالنسبة لكف لوصول النازح إلى مرحلة الاكتفاء. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ جميل، سأعود إليك. أستاذ زيد، في حال لم تستجب الشرعية والتحالف لنداءات أبناء الجوف، كيف يمكن قراءة المشهد؟ طبعا كأي جبهة إذا لم تستجب الشرعية لنداء أبناء الجوف، وهنا عندما نتكلم عن أبناء الجوف أو أبناء القبائل، فأبناء القبائل الآن كلهم أصبحوا أفراد في الجيش الوطني، لذلك البعض يحاول أن يقلل من بطولة أبناء الجيش الوطني ويقول أبناء القبائل وأبناء القبائل. أبناء القبائل اليوم أصبحوا كلهم أفراد في الجيش الوطني، إن لم يكن أغلبهم، إن لم يكن كلهم. لذلك إن لم تستجب الشرعية اليوم لأبنائها ولجنودها ولضباطها والقادة الميدانيين من محافظ وقائد منطقة وقادة أمن، فإن الكارثة ستلحق إلى كل المحافظات للأسف. لكن أنا أؤكد لك أنه إلى اليوم ما زالت الأمور بخير، والغيل الاختراق الذي حصل في المركز تم التعامل معه. نعم، إذن برأيك ما هي تداعيات الأمر وما يحدث في الجوف على الوضع الإنساني بالذات؟ طبعا ما يحصل هي كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة من معنى، لأننا نتكلم عن الغيل كقرى مكتظة بالسكان، استقبلت الآلاف من النازحين في الفترة الماضية، هنالك أسر لا يجدون حتى ما ينتقلون به من منطقتهم إلى مناطق أخرى، هنالك أسر متعففة، هنالك أسر يرفضون الخروج حتى يتعرضون للمخاطر. لذلك منظمات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة والمنظمات الدولية عليهم أن يقوموا بواجبهم في هذه الحرب، لأن واجبهم لا يقل أهمية عن واجب قيادة الجيش في حسم المعركة. ولكن إذا تم التعامل مع الاختراقات التي حصلت اليوم داخل قرية الغيل، طبعا عندما نتكلم عن الغيل العالم يفكر أننا نتكلم عن قرية صغيرة أو دكان أو شارع، احنا نتكلم عن مديرية، والاختراق الذي حصل داخل قرية هي تعتبر معقل من معاقل الحوثي منذ الأزل، هم يعتبرون هذه ملك خاص لهم، هذه القرية قرية الغيل وخاصة منطقة الأجراف. لذلك الاختراق الذي حصل اليوم في هذه القرية محصور جدا، والاشتباكات على مشارف القرية لم تخرج الاشتباكات حتى نتكلم عن سقوط الغيل أو استعادة تحرير الغيل.
نزوح الأهالي أتى من باب الاحتياطات الأمنية حتى لا يتعرضوا للمخاطر، القذائف أو المدافع أو الدبابات. أما الغيل ما زالت في يد الجيش الوطني، لم ينسحب منها، لم يخرج منها، ولم يدخل الحوثي حتى. وهذا ما نريده في نهاية الأمر أستاذ زيد، يعني نعم هذا ما نتمناه، ونتمنى أيضا أن تستيقظ الشرعية من سباتها وتدعم الجيش الوطني الدعم الذي يستحقه وكذلك. نعم. لم يستجيبوا لنداء أبناء الجيش الوطني الذين يقاتلون منذ سنة على شرعية، لم تعطيهم أدنى حقوقهم، لم تعطيهم لا معاشا، ولم تعطيهم علاوة، ولم تعطيهم بدل حتى الاستمرار في الجبهات منذ سنوات، لا يجدون ما يملكون، لا يجدون ما يعولون به أهلهم. ماذا تتوقع من مقاتل أن يذهب إلى الجبهة وأهله في مأرب أو في أي مدينة نازحين لا يجدون ما يأكلون؟ من الطبيعي أننا عندما نتكلم عن الجيش أنه لا يتواجد كما مكتوب في الكشوفات أو في الأعداد، هذا شيء طبيعي. أن تتكلم عن جيش لا يستلم معاش، عندما أعطيك أنا معاشك أنا أطالب منك الحضور، لكن إذا لم أوفر لك الإمكانية ولا موفر لك المعاش ولا موفر لك العتاد ولا موفر لك العدة. أغلب أبناء الجيش الوطني للأسف ما زالوا إلى اليوم يقاتلون بسلاحهم الشخصي من بيوتهم. نعم للأسف الشديد بحت أصواتنا وأصوات الجميع. معركتهم مع الحوثي ستكون سواء بالتحالف أو بالشرعية أو بدونه. نعم بحت أصوات الجميع أستاذ زيد، ونحن نتحدث عن حاجة الجيش الوطني والدعم الذي يجب أن يقدم له، ولكن للأسف الشديد يتم اتهامنا بأننا إعلام مدفوع لإسقاط هذه المناطق. إذا شكرا جزيلا لك زيد الشليف الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ جميل. أستاذ جميل، تحدثت بأنه لا وجود للمنظمات الإنسانية والإغاثية، لماذا برأيك؟ لماذا تحرم الجوف المحررة منذ 4 سنوات من وجود منظمات بعد الحرب على الأقل؟ تعود المشكلة بشكل رئيسي، وقد تم مناقشتها أيضا مع الأوتشا اللي هي المنظمة المشغلة لكل المنظمات العاملة في الساحة اليمنية، تم مناقشة هذا الموضوع منذ أكثر من عامين، وكان الفحوى الموضوع أن تقسيم المناطق الإنسانية بالنسبة للجمهورية اليمنية أن حصة الجوف تتبع حصة صعدة في نطاق العمل الإنساني بالنسبة لتدخلات الأمم المتحدة، وهذا ما شكل عائق كبير جدا في أن للأسف نقولها أن الحوثيون يتصرفون بشكل مباشر فيما يتعلق بتوجيه الدعم بالنسبة من المركز في صعدة، وهذا ما يعيق وصول كل المساعدات إلى أبناء المحافظة. ألا يعقل أنه لم يتم توضيح الأمر لهذه المنظمات أستاذ جميل؟ يعني ألم يتم توضيح أن صعدة بيد الحوثيين والجوف تم تحريرها وبالتالي يجب أن ينظر لها كمحافظة محررة؟ تم توضيح هذا الأمر بمذكرات رسمية من مكتب المحافظ، من قبل اللجنة الفرعية، من قبل الوحدة التنفيذية، وتمت لقاءات خاصة واجتماعات بفريق الهجرة الدولية بالنسبة للجمهورية اليمنية في هذا الموضوع، أنه لابد أن يتم تحويل محافظة الجوف ضمن النطاق المناطق المحررة، لأننا نشتكي ونعاني. بالمقابل أن كل المساعدات التي تتجه إلى الطرف الآخر يتم مرورها من محافظة الجوف، لأنها أصبحت هي البوابة الوحيدة بالنسبة لدخول المساعدات من الجهة الشرقية. تم مخاطبتهم بشكل مباشر ولكن لم نجد أي استجابة في هذا الموضوع. هناك حادثة حدثت قبل الحرب وناقشناها بشكل مباشر في حينها، كان أن حصة محافظة الغيل تم من الغذاء العالمي تم إيقافها قبل الحرب في بداية شهر يناير، مما جعلنا نخاطب الغذاء العالمي أنه ما هو السبب في إيقاف حصة محافظة الغيل أو مديرية الغيل. كان الرد أن مديرية الغيل تقع على نطاق حرب. كان الجميع مستغرب أي نطاق حرب ولم تدخل كانت الحرب المحافظة. تم استهدافهم بهذا الجانب كبداية حتى يضيق الناس ويخرجوا من المديرية بحجة أن لا يصلهم الغذاء. هذه المعلومات الاستخباراتية التي ينقلها الحوثيون إلى المنظمات الأممية العاملة في إطارهم تسبب مضايقة كبيرة جدا في وصول المساعدات بالنسبة لمحافظة الجوف. هذا حقيقة وضع إنساني، الأصل أنها تكون منزوعة التوجهات أو الضغط بالنسبة للعمل السياسي أو العسكري، لكن كان هناك خطاب مستغرب في تلك الفترة
ثم تفاجأنا بعد أسبوع من هذا الموقف إلا وأنها قامت حرب شاملة وكانت مديرية الغيل في إطارها. كان هذا الشيء مؤلم بالنسبة لنا، يعني أن هناك من يتحكم بالمساعدات الإنسانية والتي الأصل فيها لا تحمل أي طابع يؤثر على الوضع الإنساني أو التدخلات الإنسانية بالنسبة لفريق أمم متحدة. نعم. يناط به أن يكون محايد في إطار تقديم المساعدات. نعم، لو تحدثنا عن أكثر المناطق تضررا في الجوف، ما هي أستاذ جميل؟ بالنسبة للتضرر، التضرر هو لا يخفى على أحد أن المحافظة بشكل عام متضررة. كانت بوابة المحافظة وهي مديرية الغيل هي أول المتضررين، وهي من بداية من آثار الحروب الستة التي قامت في تلك الفترة، إلى من بداية 2008 إلى مواجهات 2011 إلى اليوم. هذه المديرية تعرضت للكثير من التدمير، إلى درجة أنه لا توجد فيها إلا مدرسة واحدة وباقي المدارس تم تفجيرها من قبل ميليشيات الحوثي. بالنسبة للبيوت في قرية الغيل التي هي إحدى قرى مديرية الغيل، يعني شبه مدمرة، يعني الناس يعيشون فيها في بيوت، في أنصاف بيوت، في بيوت مهدمة، في بيوت غير قابلة للسكن، ولكن حب الأرض التي زرعت في نفوسهم هي ما جعلتهم يصرون على البقاء في بيوتهم. ثم تأتي بعدها مديرية الحزم والمديريات الأخرى. هذا الضغط الكبير اليوم على المحافظة من جهة النازحين حقيقة يرفع المعاناة، وقد ناشدنا ونناشد وسنناشد المنظمات الدولية ابتداء من مركز الملك سلمان الذي لم يتدخل حتى اللحظة منذ بداية الأحداث الأخيرة بأي شيء بالنسبة للمساعدات للأسف. هل تم مخاطبة أستاذ جميل؟ هل تم مخاطبة المركز سلمان؟ نعم، هناك 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 مذكرات موجودة عندنا. تم مخاطبة مركز الملك سلمان من مكتب الأخ اللواء أمين بن علي العكيمي بشكل مباشر لمركز الملك سلمان للتدخل في مساعدة النازحين في هذه الأزمة، ولكن لم نجد أي تجاوب في هذا الجانب. منظمات الأمم المتحدة متمثلة بالهجرة الدولية، متمثلة بالصندوق الأمم المتحدة للسكان، خاطبناهم بشكل مباشر، اجتمعنا معهم أكثر من مرة هنا في مأرب، ولكن لم يتم الاستجابة بحجة أن هناك مخاطر وأن هناك بروتوكولات يسيرون عليها. نحن نخاطبهم على وضع عاقل، أن الناس تنام في العراء تحت الأشجار، هناك فيديوهات وهناك صور تثبت هذا الشيء، ولكن لم وعرضناها عليهم في الاجتماعات، ولكن كان للأسف تدخلهم يعني للأسف لا يذكر. يعني قدموا لنا أمس وصلت مجموعة من الأخشاب والطرابيل الزرقاء على أساس أنها خيام أو مساكن إيواء عاجلة بالنسبة للنازحين. اليوم 500 لا تغطي العدد المطلوب، وهو الذي قد تجاوز 3000 نازح بالنسبة للنزوح الداخلي وبالنسبة لنازحين مجزر الذي وصل المحافظة في بداية شهر يناير. نعم، إذن ما هو دور السلطات المحلية في الجوف تجاه النازحين؟ السلطات المحلية هي عبارة عن جهات تنسيقية وتنظيمية. حقيقة نحن نأسف أن اللجنة العليا للإغاثة إلى اليوم وكأنها تعيش في غيبوبة تماما بالنسبة للوضع في محافظة الجوف. لم تتدخل ولم يتم التواصل معنا ولا مع حتى السلطة المحلية في موضوع ما يمكن أن يقدموه من مساعدات. هذا حقيقة يجعلنا يعني ندخل في الموضوع بعيد عن الجانب الإنساني، وهو أن هناك تنسيق غير مباشر في موضوع الضغط في النسبة لمحافظة الجوف. حقيقة محافظة الجوف عانت الكثير وتعاني اليوم، يجب التدخل في كل المجالات بالنسبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الجانب الإنساني. اليوم مديرية الغيل النازحين الذي خرجوا جراء الخوف من والضرر من ميليشيات الحوثي التي تقوم بقصفهم إلى المدن وإلى قراهم، انتقلوا إلى مديرية الحزم ولم يجدوا ذلك المأوى غير المدارس. تم فتح لهم المدارس وبيوت غير أقارب أيضا. يعني هذا من الكرم الطيب في المجتمع اليمني، أنه يستطيع أن يدخل بيته غير من أهله على أساس أن يعني
جانب من التكاتف الإنساني الموجود في سمة هذا الشعب العظيم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك جميل القاسم، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالجوف، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.